الديمقراطيه ولا المقاولات المعنويه. راه ما يمكنش لا يوقع، راه داكشي اللي كيفطو به. بالنسبه لهاد الوقفه الاحتجاجيه كان حنا بالنسبه لهنا كندعيو لها اليوم، وهو على دوك القوانين اللي جايبه لنا الوزاره، قوانين مجحفه، لان حنا ما هادشي كيديروا بوحدهم وكيقروا بوحدهم وكيقول لك راه اتفقنا مع المهنيين، وهادشي ما غادي يستمر، لان هو ما بغيناش واحد القانون يخرج وما يتنفذ، بحال بعض البنود اللي في مدونه السير اليوم وما كيتنفذوا، وحنا ما بغيناش شي قانون، بغينا شي قانون اللي هو مناسب مع الارضيه ديال المغرب، ماشي يجيب لي انا القانون ديال المان ولا فرنسا، لان حنا ما عندناش، هما بروس هما عندهم دوك القوانين، بزاف ديال الحوايج ما عندناش حنا هنا في المغرب وجايبين واحد. الا غادي يصلحوا لنا القطاع وهو يسولوا الوضعيه للشاحنات اللي من ما بين 3 طن ونص و 19 طن، ويطبقوا لنا الحموله الزائده هنا غادي نمشيو بعيد الا با يطبقوا، لان الكميات تهرسوا الحواديت، كاينين طرق، كاينين الشاحنات ديالنا حتى هما واحد العدد ديال سميتو، لان الا عزيز علينا بان بلادنا راه الطرقان اللي كتخطر عليهم الدوله واحد العدد ديال الملاير، راه حنا كنهرسوهم بالطوناج، ولهذا هذه هي الاولى. الا بغى لان شي واحد الا بغى يصلح البلاد ولا بغى يصلح شي حاجه، اول حاجه يبدا من الساس، ما غاديش نجيو ليها من السطح، هما كيجيو القوانين من السطح كيديروا القانون ولكن ما يقدروا يطبقوه، علاش؟ حيت علاش ما مناسب مع الارضيه في المغرب. حنا لهذا حنا كنطالبوا اولا، عندنا جابوا لنا بيان الشحن، حنا راه كنرفضوا بالرقم، انا قال لك واش يمكن انا نمشي ننقل واحد الفياج ونمشي نقلب على الانترنت بالليل ولا وصاد لانتيريت، واش انا نمشي ندق عليه في دار ولا نوقف ما نخدم، ولا انا عندي ليطاري، عندي القطاع الغيار، عندي واحد العدد ديال المشاكل ديال الوثائق ديال الشاحنه، عندي الضرائب، عندي واحد العدد، ما يمكنش ليا انا باش نمشي نقلب على لانتيريت. قال لك بالرقم انا زعما راه غادي نطوروا، ما يمكنش. حنا كنطالبوا الى با يحطوا لنا باش يديروا لنا وكالات على المستوى الوطني، هذا الشيء اللي كنطالبوا به، وكالات على مستوى، باش علاش؟ باش تضمن لي انا حقي. انا الدوله دابا حاليا كطلب لنا بالتيفيا، حنا كنقلوا سيفياج بلا تيفيا والدوله كطالبنا بها، حنا ما يمكنش لينا. حنا كنقولوا للسيد الوزير الى بغى يصلح هذا القطاع، وهو يشوف هو الاول مع القطاع، هو الاول كيفاش داير في المغرب وكيفاش غادي يصلحوا. جايب لي بيان الشحن ولكن بيعطيه هنا يقول لك سير دبر راسك، حنا ديك دبر راسك ما بغيناهاش، ولا يقول لك ماشي شغلي، شغله هو، لانه هو كيتخلص عن الدوله والموظفين ديالو كيتخلص، ولكن هاد الفئات هادو راه مساكين، الى ما حفر ما يتعشى. لهذا حنا كما قلت لك راه ما يمكنش شي واحد يجي لهنا الا ما تضر. هذه الوقفه الاحتجاجيه جينا كنحتجوا على شي قرارات خرجتهم لنا الوزاره، قرارات مجحفه، منها بيان الشحن، قال با يطبقوا علينا هذا بيان الشحن، حنا ما غاديش يخدم لنا هذا بيان الشحن، ما صالحش لنا، صالح لدوك اللوبيات. ودار البارح واحد الاجتماع في قال لك في الوزاره خرجوا بانه اتفقوا معاهم، هذوك اللي اتفقوا معاهم غير كيمثلوا غير 20%. اما 80% ديال الطبقه الكادحه هما حنا ما كيمثلوناش، هذوك كيمثلوا غير روسهم. بان بيان الشحن قايل لك غتولي دير مكتب بيرو ديالك وتاخذ بان تاخذ السلعه بالمحاسبه، واش حنا ما كيفاش غنتحاسبوا؟ حنا ما كنصوروا حتى شي حاجه في الفياج، ولاو بغا يتحاسبوا معنا. ودابا وكان واحد النقطه اخرى بان كانوا وعدونا بواحد الدعم، هو ذاك الدعم ما كيغني، لا يغني يسمن ولا يغني من جوع. صدقة كنحسبوها حنا بحال شي صدقة، قال لك وحنا ولكن حنا كنطالبوا باش يكون تسقيف، حنا باغيين تسقيف المازوت. دابا المشكلة هاد الدعم ما بقاوش كيعطوه لينا، كانوا حبسوه علينا، وكنتسالوهم دابا حيدوا لنا ثلاثة أشهر ما تخلصوش، وكاينة أزيد من 265 ملف كاينة هنا في أكادير ما مخلصاش، كاين اللي شاد جوج، كاين اللي شاد واحد، كاين اللي شاد ثلاثة، كاين اللي مسكين ما مخلصش. وهادشي اللي هذا هو هادشي علاش درنا حنا هاد الوقفه الانذاريه، هادي وقفه غير انذاريه، وحنا مستعدين غندخلوا في اضراب وطني الا ما تحقش لنا هادشي اللي حنا كان واقفين عليه، وهاد المطالب اللي كنطالبوا كيطالبوا هاد المهنيين، حنا راه مستعدين غنديروا اضراب وطني، راه مستعدين نوقفوا حتى 4 أشهر ولا 5 أشهر، لان حنا ولينا خدامين على الكاميو، ما كتشيط لنا حتى شي حاجه، كنخلصوا المازوط من جيوبنا، البنو من جيوبنا، حنا ما بقينا لقينا ما ناكلوا، اللهم ان هذا منكر، وكنوكلوا الله على هذوك الجمعيات اللي كيقول لك كيمثلوا المهنيين، كنوكلوا عليهم الله، راه ما كيمثلوا غير روسهم، راه ما كيمثلوناش حنا. المازوط دابا 15 درهم، المازوط راه ما بقاش، ما خلاش لشي حد ما يدير، كلشي دابا كلشي تزاد، الساير كلشي زايد، البنو كنا كنديو 4000 درهم، 4000 درهم دابا داير 7200 درهم البنو، 7200 درهم،
فين بقى؟ دابا الكاميو الصغير طلع له السير 6 ملايين 7 ملايين في العام، الرموك عنده 12 مليون ديال في العام. كي غادي لا فين راه الشيفور باش غيخلص هذا الشيفور باش غيخلص هذا الشيء. هذا الشيء اللي وصلنا ليه ما عمرنا ما وصلنا ليه ما عمرنا ما شناه. أنا كنهضر معاك مهني ولأني هذه المهنة صافي كرهناها. هادو جمعوا لنا كاع كل شيء، جاو جمعوا لنا كل شيء ما خلونا فين نمشي ولا فين نجيو. البيان ديال السارج، البيان ديال 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 السارج هذا لا علاقة له، كي غادي دير له؟ واش انت خدام مع واحد غادي تمشي تخوي لواحد درويش مول الدار بحال هذا غيمشي يخوي واحد مول الدار كيبني صندوق ديال الدار ديالو، غادي تكون عنده الكاشي باش غادي يكاشي لك، منين غيجبها الكاشي؟ كي غادير لها البيان؟ حنا كنخدموها مع المساكن، مع من كنخدمو؟ حنا كنخدمو حدنا مع المساكن، ما كنخدموش مع شي طبقة اللي غادي هذا، هادو بغاو يجريو علينا ويخدمو غير هما، هادشي اللي بغاو يديرو، بغاو يخدمو صحاب الشكارة بغاو يخدمو يخليونا حنا نمشيو ما عرفناش فين غنمشيو. الوقفة هذه كنضموها حنا كقطاع النقل الطرقي، النقابة الوطنية للمهني النقل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية الشغل المكتب الوطني، كنضموا هذا الوقف على الصعيد الوطني، يعني احتجاجا على الموقف ديال الوزارة من المطالب المشروعة ديال شغالة القطاع، وكذلك محاولة الالتفاف عليها، وكذلك هناك نقاط اللي حنايا نقاط خلافية اللي عندنا مع الوزارة كتحاول تمرها عن طريق التمويه وعن طريق تجيش ديال بعض الهيئات اللي هي ما حقيقه لا تمثل الا نفسها. هاد الناس اللي كيحتجوا اكثر من 86 ديال المهنيين 86% اللي هما جايين واحد المخطط ديال التصفيه، وهو يعني خصصت القطاع وفتحوا امام الشركات، يعني ما بغاوش مازال واحد الانسان يبقى عنده كاميو، بغاو يديروا الشركه باش هاد الفئه هادي تمشي بحالها، وهاد الفئه هي الشريحه الاكبر، ثم انها راه كتشغل واحد الشريحه، ثم عائلات كثيره اللي هي عائلات متوسطه ولا اسمو كتمعش مع القطاع منذ القديم ماشي دابا. هادو يلاه بانوا الشركات، واش غنديروا حنا لهاد الناس اللي غادي يخدموا باش يخدموا على الشركات؟ وبالتالي حنا اذا غادي يكون قانون يؤثر القطاع خصنا بعدا تصحيح وضعيه القطاع، القطاع يعاني، القطاع ممكن توفى وحنا غنجيبوا داكشي ديال اوروبا اللي ما كديش عليه هنا في المغرب. وبالتالي حنا قلنا لهم حنا قلنا لهم تارونا دابا قلنا لهم ودي عطونا واحد 3 مليون في الشهر دوندوا هذه الكميه تخدموا بهم، اما باش تجي انا تضحك عليا وتقول لي ذاك هذاك الى اخره شيء ماشي معقول. هذا هو من الحلول، لان هاد الناس اللي كيوضعوا القوانين في الوزاره ما عندهم علاقه بالواقع، الناس عندهم تكوين عادي في اوروبا وكذا، ما خصني نزال نشوف هذاك مول الكميه شنو تيعاني، شحال معيش ديال الناس، الفياج شحال كيدير، البني دابا اصلا موقف بعدا، البني اللي هو قاطره ما كاينش البني، كاين دابا اصلاحات اللي هي كاينه، وبالتالي راه كاين دابا مسكين اللي كيبقى عنده فياج 3 ايام 4 ايام هنا كيبيعوا، وبالتالي ما اش نفرض عليه انا كون كان الرواج كون كانت الحركه دايره ماشي مشكل، ولكن دابا انا كنجيب فياج كياس كيبقى عندي 3 ايام يلاه يبيعوا، بعض المرات كيبيعوا بالكريدي. كاين مشكل ديال بيان الشحن، شنو بيان الشحن؟ دابا دايرين واحد اللعيبه كيعطوا واحد 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 الكارني واحد بحال دفتر وكتقيد فيه الفياجات اللي كتهز، وكان في الاخر غادي يحاسبوك على الطيبيه. ملي غادي تبيع الطيبيه قال لك انت ملي غاتبيع عليا انا فياج درمدا شد عندي الطيبيه، قال لك انا كمهني نشد عندك انت مضار 20% اخرى الطيبيه، واش هذا حماق؟ ومضار غادي يخلص لك الفياج ديالك والطيبيه اش معنى قاعد الطيبيه؟ واذا ما خلصها هو تخلصها انت. يعني ان هذا واحد النوع ديال الابتزاز بالفن، اما مضار انا ما عندي بها علاقه، انا غنخوي لي فياج انت ودبر ما سيرش انت تدي فيا عنده. هادو كله مشاكل اللي غادي يلوح الناس واحد عدد الصراعات واحد عدد المشاكل اللي هي خاويه وما عندها. ثم هناك مشكل اخر ديال الطوناج، دابا كاين كل كميه اش ما عطينو من لا ميزون، كاين اللي عطوا مثلا خمسه يعني تسويط الوضعيه ديال الحموله. انا عندي مثلا كميه مثلا ثلاثه، كاين كميه دابا اللي طارت ديال 8 طن اش تعطيه؟ حنا كنطالبوا تسويط الوضعيه بما يخدموا، يعني تعطى لهم واحد 14 طن جوزافيه للجميع. حنا تنسوا الوضعيه، انا عندي مثلا واحد الكاميو دابا به 8 طن راه خصني 14 طن، لان 8 طن راه طاره هذيك اش غنهز نهزو خاوي؟ لان هذا مشكل ديال الشركات المصنعه، هذه هضره اخرى، ولكن حنا ما كونش حنا ضحيه كمهني. حنا ذاك النهار في حواراتنا هذا الحوار راه 15 لعبوا بني ديال الطوناج ديال الحموله، وقلنا في اللقاء اودي عطوا 14 طن كجوزافي، وديك الساعه نشوفوا الحديد الجديد راه الطوناج ديالو باين، ولا هاد الشبع فاين هاد في داكشي راه صعيب باش، يعني قديم ووضعيه اخرى هذه، وبالتالي عطي هاد الناس واحد الوضعيه باش يخدموا
ويحتاج الشيء الطوناج ديالو راه كيخرج من الميزون دابا. واحد الفئه منهم عندهم غير طابوات، واحد الفئه منهم قال لك غادي يحتكروا القطار. ما يمكنش واحد العدد ديال العائلات عايش في هذا القطار، ما يمكنش لا يعقل بانه راه غادي يحتكروا القطار ولكن غادي ما غادي.